مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشة الموقف الدولي من الأزمة اليمنية على ضوء الاجتماع الرباعي في لندن والبيان الصادر عنه. يتكشف الموقف الدولي تجاه الأزمة اليمنية على نحو مثير للريبة، وباستثناء القرار الأممي 2216 الذي دعا إلى إسقاط الانقلاب ومنح التدخل العربي في اليمن شرعية العمل العسكري إلى حد ما، فإن مواقف القوى الدولية الممسكة بالملف اليمني تظهر حقيقة أن ذلك القرار لم يكن سوى ترضية لإغراءات الدبلوماسية السعودية لا غير. أما الموقف الحقيقي لهذه القوى فهو ما كشفته أحداث عام ونصف بعد هذا القرار، حيث كانت هذه القوى هي من تقف دون إكمال التحالف العربي والسلطة الشرعية حربهما ضد سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء حتى إسقاطها. البيان الصادر عن اللقاء الرباعي الذي جمع بين وزراء خارجية الدول الأربع الأكثر تأثيرا في الأزمة اليمنية الراهنة، الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، كشف عن الحلقة المفقودة في سلسلة الإخفاق الممتد لأكثر من عام ونصف. بدأ البيان وهو يؤكد على أولوية مكافحة الإرهاب متمسكا بالشراكة مع الجماعة الإرهابية الأكبر في البلاد، ومانعا لاستكمال العمل العسكري لإسقاطها على نحو لم يكن أكثر المراقبين تشاؤما توقعه وبأن يكون بهذه الفجاجة. حقيقة الموقف الدولي من الأزمة اليمنية وموقف الحكومة من بيان اللقاء الرباعي في لندن ومدى صلاحية الأفكار الواردة فيه للتطبيق ستكون محاور نقاشنا لهذا المساء من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير ابقوا معنا. الأزمة اليمنية تدخل نفقا جديدا، إشارات تبدو متناقضة لكن في حقيقتها تشير لأن الأزمة تسير باتجاه مزيد من التعقيد وربما النسيان. حددنا مدة 15 يوم للمشاركين في هذه المشاورات أن يتم حسم الأمور خلالها. من الكويت كان نائب وزير الخارجية الكويتي يعلن أن بلاده ليس بوسعها استضافة المشاورات اليمنية إلى ما لا نهاية، وأن السقف الزمني المحدد ب15 يوما للجولة الثانية من المشاورات ستكون هي الفرصة الأخيرة للمتفاوضين اليمنيين للتوصل إلى حل قبل أن تطوى هذه الصفحة. في لندن ومع الاجتماع الذي يبدو أنه سيقرر مصير الأزمة اليمنية، كان وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات يدعون إلى خليط من الحلول هي نفسها النقاط التي لا تزال محل خلاف عميق وكبير في الكويت. وبحسب البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الرباعي فإن المجتمعين بحثوا تسلسل اتفاق محتمل، وأكدوا على أن الحل الناجح يشمل ترتيبات تتطلب انسحاب الجماعات المسلحة من العاصمة ومناطق أخرى، واتفاقا سياسيا يتيح استئناف عملية انتقال سلمية تشمل الجميع، فيما لم ينسوا التأكيد على ضرورة ألا يهدد الصراع في اليمن دول الجوار. اللافت في البيان هو تأكيده على أن تشكيل حكومة ممثلة للجميع هو السبيل الوحيد لمكافحة جماعات إرهابية كالقاعدة وداعش بفاعلية، وهو ما يشير بوضوح إلى نقطة ارتكاز الفشل الذي بقي يلف عمليات التحالف العربي وجهود السلطة الشرعية لإسقاط الانقلاب طوال عام ونصف. وبحسب ما يشير إليه البيان فإن هذه القوى الدولية لا تزال تقف على الضد من فكرة إسقاط الانقلاب والقضاء على ميليشيا الحوثي باعتبارها شريكا لهذه القوى في مكافحة الإرهاب كما تزعم، وليس جماعة إرهابية كما تقول الحقيقة. توليفة من الحلول قد لا تبدو منطقية بالنظر إلى الواقع، لكنها قد تجد طريقة للتنفيذ إذا ما نظرنا إلى سوء أداء السلطة الشرعية وإصرار القوى الدولية على الشراكة مع جماعة إرهابية لمكافحة ما تسميه الإرهاب. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأكارم، وينضم إلينا الآن من الكويت نائب رئيس الوفد الحكومي لمشاورات الكويت معالي الوزير الأستاذ عبد العزيز جباري. معالي الوزير مساء الخير. مساء النور. أهلا ومرحبا بك معالي الوزير. إذا بدأنا من إعلان دولة الكويت إعطاء المتفاوضين والمتحاورين في الكويت 15 يوم كسقف زمني نهائي لإنهاء هذه المحادثات، كيف تقرأ يعني هكذا فترة زمنية؟ هل ستعجل وتحرك المياه الراكدة للاتفاق في الكويت؟ تفضل. في الحقيقة هي رغبة الحكومة، احنا قبل ان ناتي للكويت اشترطنا على ولد الشيخ ان تكون المدة الزمنية لا تتجاوز 15 يوم، وموقف الاخوة في الكويت ينسجم مع موقف الحكومة اليمنية. نحن نعتقد ان بقائنا بدون فترة زمنية محددة يتيح للطرف الاخر ان يعني يظل يدور في نفس الكلام ولا نصل الى نتيجة. اذا لم نصل خلال 3 شهور من النقاش والحوار والمفاوضات والمشاورات، فيعني لا يمكن أن نصل إلى نتيجة
إذا ظلينا بهذا الأسلوب. فال 15 نعم. اليوم هي مدة كافية إذا كان الطرف الآخر أو الطرف الإنقلابي لديها الاستعداد للوصول إلى سلام. نعم، هل لمستم بعد هذا الإعلان من قبل الحكومة الكويت من قبل الميليشيا أي تفاعل بخصوص يعني الوصول إلى حل جذري؟ الحقيقة أن نفس الخطاب نفس المواقف لا زالوا في نفس الاتجاه، ونحن نؤكد على أنه ستذهب هذه الفترة ونرجع إلى المربع الأول وسيتصاعد العنف والمشاكل في اليمن وستظل الحرب قائمة، لكن للأسف الشديد هم لا يدركوا مثل هذا الكلام ويعتقدون أنه كل ما طالت أمد الحرب وكل ما حققوا بعض الانتصارات وكل ما العالم يمكن القبول بهم كسلطة أمر واقع. الحقيقة للأسف الشديد يعني ليست لديهم يعني حرص على اليمن ولا على دماء أبناء اليمن، وبالتالي يعني نحن نؤكد لهم وندعوهم ونطلب منهم أنه يعني قد ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة، لأنه كان هناك وقت متسع للسلام من جنيف إلى بيل إلى الكويت واحد، ونحن الآن في الكويت اثنين، والعالم أعطانا فرصة للسلام وحريص على السلام وحريص على عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وبالتالي ما نلاحظه أمس في الاجتماع الرباعي نعم. بين الدول الذي ذكرت أنت نعم. يؤكد حرص العالم على أنه اليمن يعني إذا ظل بهذا الشكل وظلت الأمور في باتجاه الحرب وليس هناك حل، قد ربما تتطور الأمور إلى وضع آخر، هناك جماعات مسلحة وهناك يعني جماعة عنف وأيضا الجماعة الحوثية من جماعة العنف نعم. ربما وبالتالي نعم ربما معالي الوزير في الاجتماع الرباعي الذي تحدثت عنه الآن كان من خلال البيان الذي صدر بأنهم يعني لا زالوا يحافظوا على علاقة مع الميليشيا ومع الرئيس المخلوع في أي مستقبل لعملية سياسية، أيضا تجاهلوا نقطة مهمة وهي سحب السلاح من يد الميليشيا والانقلابيين. الحقيقة القضية سحب السلاح والانسحاب من المدن وتسليم المؤسسات هذا أمر أساسي، يعني قرارات مجلس الأمن واضحة وكل العالم يعني في نفس الاتجاه. مسألة أن يبقى السلاح بيد ميليشيات يعني يبقى الصراع مستمر. أنا أعتقد أنه أشوف الإقليم واليمن والعالم مجمع على أنه لا يمكن إلا بعودة مؤسسات الدولة وبعودة الدولة إلى وضعها الطبيعي من أجل يعني الحفاظ على ممتلكات الدولة وممتلكات المواطنين وحماية الجميع. لا يمكن يعيش اليمنيين إلا في ظل الدولة نعم. عمر الميليشيات ما يعني ما وصلت الناس إلى 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 حل. هذه الميليشيات نتائجها كارثية على المجتمع وأيضا على نفس الميليشيات. الآن الميليشيات العودي يعني دفعت بأبناء اليمن وشبابها وبأطفالها إلى المحرقة على مدارسنا. ماذا استفاد الشعب اليمني من هذه الميليشيات ومن هذه الحركة سوى الخراب والدمار والقتل وسفك الدماء، وبالتالي لا يمكن أن تستقر اليمن ولا نعم. يمكن أن يعود الهدوء إلى اليمن إلا إذا يعني تم يعني دحر هذا الانقلاب ورجعت الميليشيات الى وضع الطبيعي وتمارس العمل السياسي من خلال حزب سياسي مثل بقيه نعم. الاحزاب السياسيه نعم. معالي الوزير كيف وجدتم انتم او كيف استقبلتم تصريحات رئيس وفد الميليشيا في الكويت عندما تكلم بلغه ربما هذه المره اكثر قوه وعباره عن تهديد وليست ربما كانت المرات السابقه كان يتحدث بلغه اقرب للتصالح اقرب لفتح خطوط فعلا للوصول لحل، هذه المره بدا وكانه يهدد وانهم لن يسلموا الاسلحه ولمن يسلموا ورفض حتى القبول بالرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي. نحن لا نريد أن نحلل كلام فلان أو علل لأنه لا يهمنا لا هذا ولا ذاك. أنا في تقديري هناك صراع داخل الحركة الحوثية وهناك أيضا ما بين الحركة الحوثية والمؤتمر، وكل شخص يريد أن يثبت على أنه هو يعني هو المتشدد وهو الذي يعني يرفع سقف المفاوضات، لكن في نهاية المطاف مهما قالوا هؤلاء الناس الناطق أو غير الناطق أو من العائلة أو الزوكة أو غيره في نهاية المطاف لابد من الرضوخ إلى منطقة الحق والعدل ولابد من الانسحاب وتسليم السلاح وعودة مؤسسة الدولة. بغير هذا الكلام لا يمكن لليمن أن تستقر ولا يمكن للعالم أن يقبل بهذا الوضع في اليمن. نعم، ربما في البيان أيضا معالي الوزير تحدثوا عن تشكيل حكومة ائتلافية، ربما يعتبر هذا سابق لأوانه ما دام هناك النقاط الأهم لم يتم التوصل
التواصل فيها أو حتى التقارب من خلالها مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. إذن المساحة المتاحة لكم إذا ما فشلت هذه المشاورات في الكويت ما هي؟ المؤكد على أن العالم مجمع على سحب هذه الميليشيات والخروج من المؤسسات وتسليم الأسلحة. نعم. بعدها هناك حوار سياسي. لا، احنا أعلنا أكثر من مرة في هذا الحوار السياسي تطرح كل القضايا، وإذا اقتضت الظروف توسيع الحكومة أو تعديل حكومي أو شراكة فلان الحزب الفلاني والعلاني ليست لدينا مشكلة. ما هو الأهم؟ ما هو الأهم هي عودة مؤسسات الدولة وعودة سلاح الدولة وخروج هذه الميليشيات من المؤسسة. الشراكة في أي حكومة، الحكومة تأتي وتذهب وتغير حكومة وتأتي حكومة أخرى ويخرج هذا الحزب ويأتي حزب آخر، لكن ما هو الأهم؟ أن الدولة حاضرة، أن مؤسسات الدولة قائمة، أن الجيش جيش وطني، وأن الميليشيات غائبة. لكن لا يمكن لأي حل من الحلول أن يكون هناك حل في ظل وجود ميليشيات. هذا هي المسألة الأساسية. أما بقية التفاصيل، احنا لحنا دعاة سلطة، وكثير مننا لا يريد لا سواء في الحكومة هذا ولا الحكومة القادمة، لكن الذي نصر عليه ونؤكد أننا لا يمكن أن نقبل به إلا بعودة مؤسسات الدولة، بانسحاب الميليشيات، بتسليم أسلحة الدولة، وبعدها لكل حادث حديث. نعم. معالي الوزير، أختم معك بسؤال أخير. التحرك العسكري الأخير الآن في ميدي وفي بعض الجبهات وبدعم من قوات التحالف العربي، البعض يقرأ بأن هناك بث تأمين للحدود السعودية وفقا للبيان وهو الدول الأربع بأنه تأمين المملكة العربية السعودية وحدودها، ولا يأتي في إطار عملية عسكرية قد يعني تتواصل لإنجاز حل عسكري حاسم ضد الميليشيا. أقول يا أخي الكريم، للأسف الشديد هذه الميليشيا ومن يتعاون معها صرف صالح أو غيره، للأسف الشديد يحاولوا أن يسدوا آفاق السلام. كل ما استبشر اليمنيين خيرا بان هذه المحطه يجب يعني ممكن ان نصل الى سلام، تجدهم يعني يسدوا هذا الثغره وهذا الباب وهذا الامل. الان يفرضوا على اليمنيين، ما فيش يحطوا امام اليمنيين يعني خيار واحد، وهو خيار الدفاع عن بلدهم، الدفاع عن عاصمتهم، الدفاع عن مؤسساتهم. لا يمكن القبول باي حال من الاحوال بسيطره الميليشيات وبسيطره فكر معين على ابناء الشعب اليمني. وبالتالي هم في هذه الحالة يفرضوا على اليمنيين أن يواجهوا وأن يدافعوا. إذا أقول لك إذا سدت طرق السلام ليس أمام اليمنيين من خيار كأحزاب وكمواطنين وكقبائل وكفي من كل الشرائح إلا الدفاع عن دولتهم ومؤسستهم. ومن أين أن يعود السلام إلى اليمن؟ لا بد من إخماد هذه الفتنة، لا بد من خروج هذه الميليشيات، لأن الميليشيات إذا ظلت في مكان معين في اليمن سيظل الحرب قائم وسيظل نزيف الدم اليمني يعني. نعم. يسيل إلى ما لا نهاية. نعم. فنحن نتمنى ونأمل أن نصل إلى عودة الدولة وعودة مؤسساتها بالطرق السلمية، لكن إذا فرض على اليمنيين خيار آخر فما على اليمنيين إلا أن يستعدوا لهذا الخيار. أشكرك جزيل الشكر معالي الوزير عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، كنت معنا من الكويت، شكرا لك. أيضا نشرك معنا في الحديث رئيس مركز أبعاد الدراسات الأستاذ عبد السلام محمد. أستاذ عبد السلام، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وضيوفك الكرام وكل المشاهدين. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. يرى الكثير أن الموقف الدولي من الأزمة اليمنية يلفه الغموض طوال الفترة الماضية باستثناء ربما القرار الأممي 22/16. الآن كيف تقرأ أنت؟ هل هناك مثلا إخفاق في دعم يعني دعم العملية السياسية وربما التماهي في دعم الإنقلابيين؟ طبعا عندما نتحدث عن الموقف الدولي يجب أن خاصة في الفترة الأخيرة يجب أن نتحدث عن موقف معلن وموقف آخر غير معلن. الموقف المعلن لا زال الموقف إيجابي، يقف إلى جانب التحالف العربي ويقف إلى جانب الدولة اليمنية، خاصة بعد البيان الدول الأربع وزراء خارجية الدول الأربع بالأمس كان واضح جدا التركيز في بداية البيان على مسألة القرارات الدولية وعلى مخرجات أو بمعنى الأصح الثوابت التي بني عليها القرار الدولي من ضمنها مخرجات الحوار الوطني والبادرة الخليجية. هذا أمر مهم يجب أن نفهمه، وإن كان تصدر جزء من هذا البيان بعض الرسائل الإيجابية لصالح المتمردين خاصة ما يتعلق مكافحة الإرهاب وإشراك الجميع. نعم. دون الإشارة إلى
هل تبقى هذه ميليشيات كما هي الآن حاليا أم تتحول إلى حزب سياسي مشاركة في إطار الدولة؟ أي بمعنى أنه لم يتحدث أن الدولة هي التي تقوم بمكافحة الإرهاب، وإنما ذكر أنه يتم بعد تشكيل الحكومة من قبل كافة الأطراف. الجانب الآخر وهو الجانب الغير المعلن، ودائما أصبحنا في شكوك من خلال هذا، ويتكرر هذا الأمر في ليبيا وتكرر الأمر في أماكن متعددة، أن هناك مواقف دولية غير معلنة تميل إلى الميليشيات، ونحن نشاهد حقيقة دعم غير مباشر من خلال منظمات المجتمع المدني أو من خلال الإغاثة التي تتم عبر الأمم المتحدة أو من خلال بعض الضغوط الدولية على التحالف العربي. نعم. طيب أستاذ عبد السلام، أيضا نشرك معنا في الحديث الأستاذة ميسا شجاع الدين، تكرم بالبقاء معنا. أستاذة ميسا مساء الخير. مساء النور. أهلا ومرحبا بك أستاذة. ربما الموقف الدولي على الشكل الذي وضح في بيان الاجتماع الرباعي للسعودية وبريطانيا والأمريكان والإمارات، كيف تقرأينه أنت؟ هو مثلا هو بيتكلم عن خطوط عامة معروفة لنا، الحديث عن عملية سياسية إسلامية، والحديث عن انسحاب الميليشيات، وهو يتحدث عن انسحاب الميليشيات جميعها، بمعنى ما يتطلق الخيسي، بمعنى الميليشيات الموجودة في الجنوب، الميليشيات الموجودة في فايز، وهذا معناه يعني بيتكلم على مسألة عين جدا، لأنه لو تكلمنا عن هذه الميليشيات كلها فاحنا ما نقدرش نتحكم بالميليشيات الموجوده في الجنوب بتاعه. نعم. معناه انه الانتخاب، عمليه الانتخاب مساله يعني مرهونه بانتخاب كل الميليشيات مره واحده، فبالتالي يحتاج ان ينسحب قريبا من صنعاء. نعم، كيف سيؤثر هذا على الازمه اليمنيه استاذه؟ عفوا؟ كيف سيؤثر هكذا على هذا البيان وإبقاء الميليشيا والتعامل مع جميع الجماعات كما تقولين بأنها ميليشيا على الأزمة اليمنية وعودة الدولة وإرجاع الشرعية؟ هي الحديث الآن عن مرجعيات بما فيها القرار 22/16، يعني في عدة مرجعيات تكيدا من بينهم اتفاق السلم والشراكة، لأنه مرجعية معترف بها أممية، لأنه يتحدث عن جميع المرجعيات اللي معترفت فيها الامم المتحده. نعم. هذه النقطه، النقطه الثانيه نتصور انه هو التوجه في توجه تشكيل مجلس رئاسه وتكون وحده وطنيه، وانسحاب شكلي للحكميه تقريبا في الوقت انه ممكن يكون لهم نصيب كبير منه. نعم. طيب. الامن والجيش. نعم. طيب استاذه ميساء، اعود الى الاستاذ عبد السلام مدير مركز الابعاد. استاذ عبد السلام، هل تتفق مع الاستاذه ميساء بان البيان للدول الاربع جاء يتعامل مع الجميع بانها ميليشيا؟ حقيقه واضح ان البيان لم يحدد نوعيه الميليشيا، وانما ذكر انه من العاصمه والمدن، وهذا يدلل ايضا دلاله قاطعه ان الاشاره ليست باتجاه الحوثيين والمتمردين من الانقلاب من اتباع صالح، وانما ايضا لجهات قد تكون في اطار الشرعيه. طيب الان البيان الذي كان يشير انه يجب الا يهدد الصراع في اليمن دول الجوار، هل يشير هذا الى ان الازمه في اليمن طريق، هل تكون ملفا منسيا بالنسبه للاجنده الدوليه؟ يبدو انه اعطى مشروعيه لدول الجوار في اطار التحالف العربي للدفاع عن حدودهم والدفاع عن امنهم القومي، وهذا ايضا مهم جدا، لانه عدم الحديث عن مساله الدفاع عن الامن القومي لدول الخليج هنا معناه تجريم العمليات السابقه، وبالتالي جاءت هذه الاشاره لطمانه دول التحالف العربي وبالذات دول الجوار الخليجي خاصه المملكه العربيه السعوديه. نعم. استاذ عبد السلام، كان واضحا في البيان الصادر عن الاجتماع الرباعي التركيز على اولويه مكافحه الارهاب لدى القوى الدوليه، الى ما يشير برايك؟ يشير الى ان هذا كما قلت انه ان هذه الفقره هي خاصه بالحركه الحوثيه، يعني نوع من المجامله،
ودائما نحن نعرف أن نظر الغرب أن من يكافح الإرهاب هم الأطراف المتمردة عادة أو الأطراف القريبة من إيران، وهذا ما حصل يعني في العراق وحصل في أماكن أخرى متعددة، ولم يكن يوما من الأيام ذكر مكافحة الإرهاب لاتجاهات أو جماعات أخرى. نعم. الخطأ عبد السلام ربما كان في البيان هي شراكة يعني مع أن تبقى هذه القوى لمكافحة الإرهاب، لم يخص مثلا ميليشيا الحوثي أو الانقلابيين بهذا الملف، ولكن قال يجب أن يكون هناك شراكة لمكافحة الإرهاب. هو نوع من التخويف فقط، أن الحكومة إذا لم تتشكل من كل الأطراف، أي بمعنى عدم إشراك الحركة الحوثية في هذه الحكومة، لن ينجح عملية مكافحة الإرهاب. هذه الرسالة التي أرادها، وهي عملية مجاملة حقيقة، لكن الخطأ الذي ارتكب في هذه النقطة بالذات أنه لم يقل أن مكافحة الإرهاب مسؤولية الدولة، وإنما اشترط إشراك الجميع في الحكومة دون تأكيد على إنهاء الميليشياوية تماما والانخراط في العمل السياسي. نعم. طيب أستاذ عبد السلام، تكرم بالبقاء معنا. أعود إلى الأستاذة ميساء. أستاذة ميساء، لا يبدو هذا البيان وضع خطوطا حمراء بأن الحل في اليمن سيكون عسكريا وتحرير العاصمة صنعاء؟ أستاذة ميساء. نعم. معك. تفضلي. أتكلم عن عن العاصمة صنعاء. نعم أستاذة ميساء، يبدو أن هناك إشكالية في الاتصال، إذا نعتذر لك عن أو ربما نعود بك الاتصال لاحقا. نعود للأستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، يعني البيان يعني هل فعلا وضع خطوط حمراء بعدم يعني إسقاط الميليشيا عسكريا ودخول العاصمة صنعاء؟ أستاذ عبد السلام، إذا يبدو أننا فقدنا أيضا الاتصال بالأستاذ عبد السلام. ربما البيان أثار الكثير من اللغط لدى بعض المتابعين وكان حقيقة مفاجئ لهم. وأعود إلى عبد السلام محمد، هل عدت معنا؟ نعم معك. نعم أستاذ عبد السلام، كنت قد سألتك بأن البيان البعض ربما قرأ فيه بأنه وضع خطوطا حمراء لعدم إنجاز حل عسكري كامل وعدم السماح بدخول العاصمة صنعاء عسكريا، كيف تعلق على أنا كما ذكرت في أكثر من مكان أن مسألة الحسم العسكري في اليمن هي أي بمعنى الحسم النهائي الدخول للعاصمة عسكريا، هي مسألة ربما غير مؤمن بها حتى أقرب الأشخاص الذين أو يتمنون ذلك، ولكن لماذا أستاذ عبد السلام لماذا لا يؤمنوا بها، وحتى يعني من يتمنوا ذلك بأنه لا يمكن أن يكون الحل عسكريا؟ لأن مسألة الحسم العسكري معناها كلفة ووقت أكثر، ولكن الحديث الأساسي الذي تم التركيز عليه خلال الفترة الماضية من خلال أعمال التحالف العربي هي كيف يمكن إجبار المتمردين الانقلابيين على الاستسلام والخضوع لشرعية الدولة، سواء بالجانب العمل العسكري أو العمل السياسي، وتم مرحلة فيها جانب عسكري ومرحلة أخرى فيها جانب سياسي. أنا أعتقد الآن أن العمليات العسكرية لها حدود واضحة جدا، وهي قد تكون محيط العاصمة صنعاء، لكن استعادة العاصمة سيكون بعملية ضغط يشارك فيها الجانب السياسي والعسكري. نعم، يبدو أن إقناعهم سياسيا أستاذ عبد السلام صعب المنال أمام التعنت وأيضا التصريحات الذي يتحدث بها يعني المتحدثين باسم الانقلابيين. طبعا لأن ميليشيات مسلحة ولا يمكن أن تفهم في العمل السياسي شيء، لكن هناك مسألة أخرى وهو الضغط الدولي، أي هنا للحركة الحوثية حلفاء يتم استشارتهم باستمرار، وهؤلاء الحلفاء هم يدركون أن هناك نقاط معينة عندما تصل هذه الحركة فيها فهي ذاهبة إلى النهاية،
وبالتالي هم يستشعرون مسؤولية الحفاظ على هذه الحركة. بالتالي أنا أعتقد أن الضوء بالنسبة لهم الأحمر قد حصل من قبل من يستشيرون هنا أن ما بعد هذه المرحلة هو عملية تفكيك الحركة. نعم أستاذ عبد السلام، سؤال الأخير إذن، إلى أين تتجه الأزمة اليمنية إذا لم يعني سياسيا لم يتوصل الطرفان إلى حل سياسي، وأيضا الحواجز والموانع التي تمنع إنجاز حل عسكري للشرعية والتحالف العربي في اليمن؟ هذا السؤال ربما راجع لنوعية الضغط الذي الممارس الآن على التحالف العربي، هل سيجعل التحالف يقف في منتصف الطريق أم سيستمر؟ لانه اذا 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 لم تنجح العمليه السياسيه لابد من عمليات عسكريه في محيط العاصمه صنعاء. هل سيقبل بها التحالف العربي ويستمر في ذلك الى جانب تحرير تعز والساحل التهامي اذا وصولا الى باب المندب، ام انه سيقف في منتصف الطريق ويترك اليمنيين كما هو، وبالتالي ندخل مستويات حرب اهليه اخرى مختلفه تماما عن ما يحصل الان؟ اشكرك جزيل الشكر رئيس مركز ابعاد الاستاذ عبد السلام محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عوده اخيره الى القاهره مع الباحثه السياسيه الاستاذه ميساء شجاع الدين. استاذه ميساء، توقعك ايضا انت للازمه اليمنيه في ظل ما يعني عدم السماح بانجاز حل عسكري للشرعيه والتحالف العربي وعدم الوصول الى حل عن طريق الحوار السياسي؟ لأما ستستمر الأوضاع بهذا الشكل الغائم، يعني الحوثي مسيطر على أجزاء بالشمال والفوضى مسيطرة على المناطق اللي تحت سيطرة الحكومة، حتى يجد جديد يعني ممكن تكون في عمليات عسكرية حوالين صنعاء من باب ترجيح الكفة التفاوضية، لكن يعني لا يوجد، لا أعتقد أنهم ممكن يدخلوا صنعاء عسكريا، أعتقد أنها خط أحمر. هل تعتقدي بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من هم على أرض الميدان سيقبلون بهكذا يعني أوامر عدم التقدم والمكوث بنفس الآلية لمدة طويلة؟ هذا يعتمد على حسب يعني طبيعة القيادات الصغرى يعني المتوسطة والصغيرة، هل مؤثرة فعلا؟ هل هي بتتحرك ضمن مفاهيم عقائدية أم هي بتتحرك ضمن عوامل انتهازية عادية؟ هذا الشيء سيتضح مع مرور الوقت، لكن طبعا واضح أن في مشكلة كبيرة في المسألة الشرعية، في مسألة القيادة، هل الصف الأول فيها هزيل ولا يمثل يعني لا يستطيع ان يمثل قضيه وطنيه؟ نعم. شكرا جزيلا لك يا الاستاذه ميساء شجاع الدين الباحثه السياسيه، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعه، كما هي ايضا الشكر لي الاستاذ عبد السلام محمد رئيس مركز ابعاد، وكذلك معالي الوزير الاستاذ عبد العزيز الجباري نائب رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الكويت، تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.